السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. لكسس إي إس موديل 2022 فئة 250 الستاندرد، بنزين أقل مواصفات، خلينا نقول تجي محرك الأربع سلندر 2.5 لتر 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن متر، مرتبطة بنقل حركة 8 سرعات دفع أمامي. صراحة هذه كون إنها ستاندرد وفيها المواصفات شكرا لكسس. عندنا إنارة أمامية تقريبا فل إل إي دي بخلاف إنارة الفليشر، أربع حساسات أمامية، هذه من الجانب السيارة، هذه هي الجنوط، معروفة جنوط الستاندرد، الجنوط مقاسها 17 إنش كحلة باللون الرمادي الفاتح تقريبا، هذه من الجانب، دخول ذكي من كل الأبواب، تحت سقف عادية، الصرفية عندنا هذه هي اللتر الواحد مشيها 17 كيلو فاصلة 2 تقييم ممتاز، وسعة خزان الوقود حتكون 60 لتر والبنزين 91. هذه من الجانب اللون اللؤلؤي الجميل جاي بدون جناح خلفي. تمام، هذه من الخلف إنارة خلفية تقريبا شبه فل ال اي دي تقريبا كل شيء صراحة، من الخلف لا كلها ال اي دي، راح نصورها لكم ان شاء الله بعد شوي. حساسات خلفية عددها 4، شنطة خلفية عادية وليست كهربائية. تمام، هذه وفيها اكسسوارات السيارة اللي جاية من الوكيل، كاميرا خلفية زي ما ذكرنا، إنارة اللوحات جاية ايضا ال اي دي. هذه السيارة من الخلف صراحة ما فيها جناح خلفي، شوي كذا شكلها غريب، بجناح افضل، ولكن هذه ستاندرد اللي يبي ياخذ يقدر يركب على مزاجه. ندخل السياره من الداخل، هذه السياره من السعه الخلفيه خلينا نتكلم. اول شيء دخول ذكي لكل الابواب عندنا، عندنا هنا خلينا نقول فورميكا اللي هو البيانو بلاك، تطريز الداخل اللي جاي جملي مع اللون الاساسي الداخل جاي جملي اساسا، الزجاج كلها اوتو طلوع ونزول، مراتب جدا مريحه ما شاء الله جلد. تمام، هذه هنا ندخل داخل ونشوف السياره حقتها، كذلك الامر جدا جميله وممتازه. عندنا فتحات التكييف مع منافذ الطاقه اليو اس بي وال 12 فولت يو اس بي تايب سي على فكره. تمام، وهنا في مسند وسطي عندنا في حاملات الاكواب، هذه مساحه التخزين هنا، وايضا درج في المنتصف، وإنارة السقف جايه ال اي دي، هذه زي ما تشوفون كيف هذه الاساسيه هنا وفي اللي على الاطراف، فهذه من الداخل. من الخلف ككل مواصفاتها حلوة صراحة. خلونا ننتقل للمواصفات الأمامية، نجي للأمام زي ما ذكرنا دخول الذكي موجود على كل الأبواب. تمام، هنا عندنا التطريز أيضا موجود، وعندنا خط كذا جاي باللون الفضي جميل جدا صراحة. التحكم في الزجاج حيكون كله أوتو، سنترك الأبواب والزجاج، والتحكم في المرايا مع طيها أيضا أوتو. المراتب الأمامية جاي التحكم فيها كهربائي للاثنين للكل، ما ننسى التحكم في عجلة القيادة جاي كهربائي. ندخل داخل السيارة ونشغلها ونقول بسم الله. نكمل لكم بقية المواصفات اللي موجودة على السيارة. الفورميكا اللي جاية بيانو بلاك موجودة على كامل أجزاء السيارة، وتقريبا حتى هي فيها كذا لمعة معينة تعطيك كأنه هي مو بيانو بلاك، كأنها تخشيب، ما أدري كيف صراحة، شيء غريب. عموما هنا عندنا على جهة اليسار مساحة تخزين، تحكم في فتح غطاء المحرك هنا تحت، والسعة الخلفية مع خزان الوقود. هنا عندنا تراكشن، وضعية القيادة جاية في الأعلى معروفة هذه في اللكسز الإيس. على جهة اليسار عندنا الإنارة، تمام، فيها أوتو، هنا التريب ومستوى إنارة العدادات، على اليمين أكيد مساحات الزجاج، هذه هي العدادات مع الشاشة حقتهم اللي جاية على اليسار، معروفة كذلك الأمر، ما يحتاج نتفلسف فيها صراحة، يعني فيها أبرز الخصائص والقراءات اللي أنت تحتاجها. تبديل خلف المقود، عندنا هنا التحكم في شاشة العدادات مع الميديا بخط بالعرض، تمام، ثبت سرعة عادي وليس تفاعلي. تقل للمنتصف، عندنا شاشة صراحة حجمها صغير نسبة وتناسب على فئة السيارة، شوي مفروض أكبر من كذا حتى لو كانت ستاندرد. عندنا الساعة هنا حقت لكس الشهير، طبعا الشاشة تدعم كار بلاي واندرويد اوتو، وفيها كاميرا خلفية. هنا عندنا فتحات التكييف، والتكييف منفصل كدرجة حرارة بين السائق والراكب زي ما تشوفون، اقدر اخليه منفصل واقدر اخليه مع بعض. ننزل درجة حرارة، هنا عندنا زر التشغيل موجود على جهة اليسار، وهنا عندنا الجرانط الإلكتروني اللي صراحة ما تحتاجه، مجرد ما تعشق ينزل الجرانط، ومجرد ما ترجع للبي يرتفع الجرانط تلقائي. عندنا هنا يفتح ستار خلفية، وهنا مدخل السي دي اللي محافظ عليه لكسس الآن، وهنا عندنا مساحة تخزين تحت، فيها كوب هولدر وفيها منافذ طاقة يو اس بي والاي او اكس أيضا موجود فيها. تمام، عندنا هنا التاتش باد للتحكم في شاشة الترفيه، هذه بكل مختصر الشاشة بسيطة صراحة صغيرة زي ما تشوفون كيف. نرجع الهوم، نرجع المنيو، من هنا نظام التكييف تقدر تستعرضه، تقدر تستعرض الصوت مثلا، عندك هذا هو
خصائص عادي اللي انت تقدر تدخل عليها. انا ماني متاكد اذا فيها كاربلاي او لا، بس اللي يعرف ان لكسس الان اغلبها صار عليه كاربلاي، عاد صححونا انتم، لانه خاصه الستاندرد ممكن يكون ما فيها او فيها، انتم صححونا وين اللي صح. عموما هنا عندنا الجير 8 سرعات، في تبديل يدوي تحت، اوتو هولد هنا موجود كزر، وهنا عندنا التكاير اللي تدفع عليها يدك اثناء التحكم في التاتش باد، مساحه التخزين هنا وتنفع تصير ككوب هولدر ايضا. تمام، هنا عندنا المسند الوسطي في شاحنين USB Type C، واحد 12 فولت تفتح من الجهتين. هنا هذه مجرد ما تضغط على هذا الزر زي ما تشوفون، شوفوا كيف فيها زي حاملة أكواب، هذه كيس. تمام، شوفوا كيف تصير حاملة أكواب كذا، تصير مثلا كوب أعمق شوي أو تبغى تحط أغراض ثانية. تمام، هذه هي بكل مختصر من الداخل. التطريز موجود ما شاء الله، داير مدار حلو ومعطيها جمالية، مراية، تعتيم تلقائي، نار السقف LED مع التحكم في فتحة السقف العادية، والسقف جاي جملي أيضا بنفس اللون الداخلي، غريب شوي بس حليل، يعني أحسن ما يكون بيت. مع الشمسات هنا كذلك الأمر موجودة، وفيها إنارة للسائق وللراكب. فهذه هي ES 250 موديل 2022 الستاندرد من الداخل. صراحة مواصفاتها حلوة على ستاندرد، ولكن ينقصها بعض الأمور أكيد. في أمور مفروض زي ما تقولون مثلا حطوها شيء بدال شيء، يعني الساعة هنا مفروض انه الشاشة اكبر، تكون الساعة شوي بعيدة، يعني في ترتيبات مفروض تكون احلى من كذا بكثير. ان شاء الله في المستقبل نطمح لهذا الامر. عموما هذه من الداخل ككل، ننتقل للإنارة الخارجية وبقية التفاصيل. هذه هي الإنارة الأمامية زي ما تشوفون، جاية LED في عدسة واحدة عالي واطي مع LED النهاري، الفليشر جاي هاليجين، نتمنى ان شاء الله في الدفعات القادمة يستبدلونه بالLED. عندنا ما ننسى إنارة الالتفاف، وعلى فكرة إنارة الالتفاف اول ما تعشق ريوس تشتغل الجهتين، حاليا شغاله جهه واحده فقط لانه انا لاف جهه اليمين من السياره، لكن هنا فاصله، لكن لما تعشق ريوس حتشتغل جهتين تنور لك اكبر مجال. في عندنا إنارة الفليشر ايضا موجوده في المرايا، هذه هي من الخلف كإنارة فل LED جاي الريوس مع الضباب والفليشر والفرامل الاساسي ككل كله جاي LED. والى هنا وصلنا لنهايه التغطيه لهذا اليوم، يعطيكم العافيه على المشاهده. سعر السيارة 216,800 شامل الضريبة. وين موجودة السيارة؟ عن شركة الصبح للتجارة في معارض الرياض القدسية، عندهم أبرز أنواع فئات اللكسس والتويوتا. تواصلون معهم أو تزورونهم في المعرض وتقول لهم طرف قناة يزيد بإذن الله ما راح يقصرون معكم. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون تشتركوا معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي سناب شات وتيك توك وإنستغرام. يعطيكم العافية على المشاهدة وفي أمان الله.